احنا اليوم في ركن ثقافة الطريق الذي يهتم بتثقيف الأطفال عن قواعد السلامة المرورية، حيث عندنا تجربة فعلية للأطفال لكي يهتموا بالسلامة المرورية. برنامج الخدمات الطبية الطارئة، مشاركين في ركن ثقافة الطريق لتوعية الأطفال عن الحوادث وعن كيفية التواصل مع الإسعاف ورقم الإسعاف، وعن توعية الأطفال كيف يكون في السيارة لما يكون مع أهله داخل السيارة.